بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حملة رعدية من أمطار ديال الرعد، كان فيها تبروري وهذا ما شاء الله الحمد لله. كنتمنى إن شاء الله يكون خير، ما يكون شي كلاف هذا الحملة، هذه الحملة اللي جاءت مفاجئة. كنتمنى ما يكونش إن شاء الله شي ضحية، لأن الناس دابا كتكون جالسة في الواد، حتى كيجي الواد ما كيحسوش به، حتى كيقدر يقتل واحد العدد ديال الريد من البشر او الحيوان. ما كنشوفو الواد حامل، وهذه فران سوق الاحد. هادشي تبارك الله، المياه كثيرة اللي هي راه مهمة، ولكن حتى ترى فيها مشاكل. ربما كيكون أناس جالسين مثلا في الجانب ديال النهر، هناك كنافة حدا عرفت، وكيخلق ضحايا إما ديال البشر أو ديال الحيوان. حتى الحيوان راه عندو دور الحياة، كما كنشوفو الواد راه عمر مزيان، و ماشي عمر مزيان، راه مازال انا في المسيحة، ولكن الطبيعة تبارك الله ما شاء الله، الطبيعة ديالو هادي فران. سبحان الله كنشد الريح، نتمنى ان شاء الله ما يتأثرش على هاد الفيديو هذا. وغادي ندوزو للجهة الأخرى ان شاء الله، حنا غادي نمشيو ان شاء الله ندوزو جهة أخرى. الله أكبر، الله أكبر، إنك على كل شيء قدير. هادشي كيخلف ضحايا، راه الناس كاينين في الزاوية، منطقة ديال الزاوية، تيكونو كيخيمو في الجلب ديال الواد. هاد الواد راه هو اللي جاي من الزاوية ديال إبراهيم. الحمد لله راه ما سمعناش شي حاجة، سمعنا ان اش كيقول لي الوقايه المدنيه دات شي حاجه، ولكن غير متاكدين من ان هذا خلى هذا الشيء اللي وقع راه جاي من هذه الامطار. هذه الحظه وكاين هنا البرق ديال الغرابه باش نشوفوا. هنا اش كتشوفوا الشاطئ عامر بالماء، عامر ما شاء الله، كيأثر بزاف في البيئة. هنا الله أكبر، شوف يا غزيرة، أمطار غزيرة تساقطت في هذه الوقت بالضبط، ولا زال تتساقط، لا زالت تتساقط. ان شاء الله غادي ندوزو للجهة الاخرى ان شاء الله باش نكتشفو الجهة الاخرى اللي تنقول لها الجهة ديال الفوق، لان كاين الناس هنا كتشوف هاد المناظر هادي. نشوفو يا ما شاء الله ما شاء الله اي حيوان او انسان او يمكن المهم اللي جات الطريق ديال الواد. واد شنو هذا؟ كتجي على خلا، ماشي راه كتجي على خلا، ما تيعرفش الانسان الخطا اللي كتجيبها، وهي غادي وكتكاثر كما كتشوفوا. الناس خارجه مع الخطير، شحال ديال الضحايا من قبل كان سبب هاد الأمطار هادي. الأمطار هادي أمطار رعدية، ماشي أمطار رسمية، هي أمطار ديال الرعد مرفوقة بما يسمى بالتبروري. إن شاء الله
وجعلنا من الماء كل شيء حي. المياه تكون نافعة في الأرض بعض المناطق اللي هي طرف ديال هاد الوجدة، ربما للسقي أو كذلك الشرب البهائم. وكنعرفو كذلك كاين ريح جهدة جهدة ريح جهدة غتأثر شوية على الفيديو. أنا استسمح وإلى هنا ننهي هاد الفيديو. الله تعالى وعنكم اللطف. اللهم ارضى بعبادك انك على خير. والى فيديو اخر.